مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا صوم وتصحوا. اليوم الحلقه الثالثه مع الدكتوره كريمه عبدو. اهلا وسهلا فيك دكتوره، الجمهور دائما يشتاق اليك كل يوم عن اخر. الله يكرمك يا دكتور. كل سنة وانتم طيبين. يا ترى طمنوني الأول قبل أي حاجة، عملتوا إيه بقى في فطار النهاردة؟ فطرنا زي ما اتفقنا امبارح ولا لخبطنا وخلبطنا الدنيا؟ سلطة ده أهم سلطة حاجة. سلطة. سلطة أهم حاجة. كل عام وانتم بخير، ويا رب يعود رمضان علينا بالصحة وعافية يا رب، ويرفع عنا كل الوباء والبلاء يا رب، عن كل آمين الدنيا يا رب، عن كل الكون إن شاء الله. إن شاء الله. بس صراحة إحنا دكتورة، عارفين رمضان. امبارح انا غشيت شوي، أيوه اكلت دكتور حبتين اتفضل. قطايف بعد الافطار. أيوه هو دي الحلقة مخصوص عاملاها، أنا لحقت نفسي، أنا قلت دي الحلقة الحقيقة، ما كانش ميعادها النهاردة. هي طيب المفروض حلقة تانية، لكن أنا مش عارفة ليه جالي احساس كده ان احنا هنلخبط في الدنيا، فعشان كده قلت الحق بالحلقه دي. تفضلي دكتورة، كنا معك. اليوم بدك تحكي عن السكر. ربنا يحلي ايامكم يا رب. الحقيقه رمضان يعني كنافه، يعني قطايف، يعني مشروبات، يعني سكريات، يعني لخبطه للصبح وللدجا. عشان كده قلنا نعمل الحلقه بتاعت النهارده نتكلم فيها عن السكر الابيض، لان هو ده العنصر اللي داخل في كل حاجه. عايزين نعرف والله لو هو الراجل كويس ومفيد اهو ماشي معانا وشغال، اما لو عرفنا حقيقته وعرفنا ان هو حاجه دخيله على حياتنا، يبقى نلحق نفسنا ونلحق صحتنا، وصحتنا اهم واحلى من السكر، ولا ايه؟ ايه هو بقى السكر وايه اللي بيحصل فيه بالظبط؟ كل علماء الصحة والتغذية أجمعوا على حاجة واحدة بس، أجمعوا إن التغذية دي عملية متكاملة. يعني إيه عملية متكاملة؟ يعني إن أي مادة غذائية، المادة دي بتزرع في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى حباها بمكونات إضافية. المكونات دي لما بتدخل المادة دي الجسم، المكونات الإضافية اللي موجودة فيها بتساعدها على إتمام عملية الهضم والامتصاص بتاعتها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السكر مثلا، السكر ده لما اتزرع في الأرض ما اتزرعش سكر، هو قصب السكر اللي احنا عارفينه موجود مع المادة السكرية، موجود كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وأملاح معدنية مختلفة كتير. كل العناصر ديت في وجودها متكاملة مع المادة السكرية بتساعد على استفادة الخلايا منها لو هي دخلت بيها. يعني أنا عشان أستفيد بالسكر لازم كل العناصر دي تبقى موجودة معاه واستفيد بيها. هو ده، هي دي العناصر اللي بتخلي الخلايا تفتح للسكر وتمتص المادة السكرية ديت وتتفاعل معاه. طيب ايه اللي بيتم بقى في عملية التصنيع؟ احنا عشان تتم عملية التصنيع بتمر بمراحل كبيرة جدا، مراحل من التكرير ومن التبييض ومن ازالة اللون ومن اضافة مواد تانية. كل المراحل ديت اللي بتمر بيها المحصول بتاع قصب السكر الى ان يصل للمنتج النهائي، بتتخلص في الصناعة من كل المواد اللي موجودة فيه، فيصبح عبارة عن هي مادة السكر فقط، لكن تخلصت من الكالسيوم، تخلصت من البوتاسيوم، من الصوديوم، من المغنيسيوم، من الألياف، كل الحاجات دي. طب هو لما بيدخل الجسم ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل انه عشان يدخل ويحصل له امتصاص هو محتاج للعناصر دي. طب هيجيبها منين؟ عشان يجيبها لازم حاجه من الاثنين، يا اما مش هينفع نستفيد منه يا هياخدها من الجسم. وهو ده اللي بيحصل، عشان بس نبقى فاهمين الديناميكيه بتاعه السكر اللي بيحصل فيه. هو ما ينفعش يشتغل في الا اما ياخد كالسيوم، فبيسحب الكالسيوم من العظم. فنبص نلاقي مع استمرار استعمالنا للسكر والافراط فيه جات لنا هشاشه عظام. هو احنا مش بنقول للولاد بطلوا اكل حلويات عشان سنانكم ما تسوس؟
ايه اللي ايه علاقة السوسة بالسكر؟ يعني ايه تتخيلوا كده يعني جاية منين؟ هو لما بتاكل سكر بتجيله سوسة من بره؟ لا، هو اللي بيحصل ان نتيجة عملية سحب الكالسيوم عشان هو الجسم يستفيد من السكر بيسحبه من العظم وبيسحبه من الاسنان، فاللي بيحصل تسوس الاسنان وضعفها، هشاشة العظام وتهلكها والالتهابات اللي بتجيلنا في المفاصل. دي يعني المشكلة الكبرى اللي بتحصل في السكر. عشان كده انا النهاردة حبيت اتكلم معاكم بالظبط على الموضوع ده، نلحق رمضان من اوله، نلحق لان هو معركة السكر. فيعني خدوا بالكم، انت لما بتيجي بعد الفطار بتيجي تلتهم، انا مش هقول لك بتاكل، بتلتهم صينيه الكنافه وتقول كده ايه اعمل صينيه كنافه واكلها انا لوحدي. اعرف كويس قوي انت ايه الاضرار اللي موجوده فيها. إيه هو كل حاجه ضاره بيتحط فيها الحلو. يعني النهارده اصبح السكر كانه شبح بيطاردنا في كل حياتنا. الأول كان هو عبارة عن المادة اللي بنحل بيها، أو عصايرنا ولا الشاي ولا أي مشروبات ولا القطايف والكنافة. لا، النهاردة ما بقاش كده وبس، النهاردة بقى السكر موجود في كل خطوة في حياتنا. كل عينك ما تقع على منتج هتلاقي فيه السكر، لو جبت صلصة هتلاقي فيها سكر، لو جبت أي نوع من أنواع الصوصات هتلاقي فيها السكر. ما هو ده إيه، أنت عارف السم اللي في العسل، هو ده بقى السم اللي موجود في المادة الحلوة دي. فللأسف الشديد كل أمراضنا وكل تهلكنا وكل صحتنا بتضيع بسبب إفراطنا في السكر. نبص ننتبه، صحتنا بتضيع مننا. الإفراط في السكر بيؤدي لتصلب الشرايين والعياذ بالله. مش الدهون على فكرة، الدهون متهمة في الموضوع ده، ده السكر هو اللي بيؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض الأوعية وأمراض القلب. السكر بيؤدي إلى مقاومة الأنسولين اللي في النهاية بتؤدي إلى مرض السكري اللي هو الديابيتس. السكر بيؤدي إلى شدة الالتهابات في الجسم، كل التهاب في الجسم بيبقى سببه زيادة في السكر. لاحظ كده لو حد عنده التهاب في المفاصل ولا عنده التهاب في أي حاجة معينة في جسمه وياكل اكلة بقى كنافة ولا قطايف ولا حاجة مسكرة كده، شوف ايه اللي بيحصل له بعديها. لكن هو احنا للأسف الأمراض دي أمراض تراكمية، يعني أنا ما باكلش أكلة السكر وتاني يوم أبص ألاقي حصل لي التهاب. لا، هو الأمراض دي الحاجات بتتسرسب، عارفين يعني ايه، بتتسلل إلينا وإلى أجسامنا وإحنا ما بناخدش فرصة إن احنا نربط ده بده. ولكن يعني أنا عاملة برنامج اسمه افهم جسمك، من خلال البرنامج ده بتكلم فيه مع الناس ازاي تفهم جسمك، ازاي تنتبه لكل صغيرة وكبيرة وكل تفصيلة بتحصل فيه. فعلا الواحد لما بيركز مع جسمه وبيسمعه جسمه بيستجيب ليه، وبيعرف وبيقدر يعرف هو ايه فعلا الحاجة اللي بتضره وايه اللي بتنفعه. في النهاية العلماء حطوا السكر على قائمة السموم البيضاء لما بيسببه من مصايب واللي بيسببه من أضرار لخلايا جسمنا. احنا أي خلية سرطانية غذائها الوحيد هو السكر، أي خلية بكتيرية غذائها هو السكر. تعالى كده كل وجبة حتة جاتوه ونام وما تغسلش أسنانك، واصبح الصبح وشوف ايه اللي هيحصل نتيجة تراكم المادة السكرية في بقك وما بين الاسنان. شوف ايه اللي هتبص، ايه الرائحة اللي هتشمها في فمك، وايه التذوق اللي انت ممكن تتذوقه نتيجة ان فرح بقى البكتيريا عندها فرح العمدة، يعني زي ما بيقولوا المصريين جالها السكر، هو جالها الغذاء بتاعها. فارجوكم ارجوكم انتبهوا للسكر، السكر هو القاتل الخفي اللذيذ اللي بيدخل حياتنا وبيتسرسب فيها بكل نعومة وبكل نكهة لذيذة وكل استساغة. لكن للأسف الشديد هو اللي بيسبب السمنة، هو اللي بيسبب الأمراض، هو اللي بيسبب الالتهابات. انت مش مصدق؟ جرب جرب وامتنع عن السكر لمدة أسبوع.
دكتورة ممكن نعوض حضرتك عن عايز تقول الرائحة، نعوض عن محليات أخرى زي الستيفيا والعسل؟ بالظبط. هو في بدائل كتير على فكرة للسكر، على فكرة يا جماعة مركز التذوق بتاع السكر موجود في مقدمة اللسان. أنا لو قعدت أسبوع كامل ما خدش سكريات بتموت الخلايا دي، بعد كده أنا ما بقدرش أستلذ بالسكر. يعني أنا شخصيا لا يمكن، لو معلقة سكر محطوطة في قلب مشروب ولا حاجة أبقى هرجع، لأن خلاص أنا عملت يعني قفلت الموضوع ده خالص. لأن فعلا أول طريق عايز تشتري بيه صحتك، عايز تنزل بيه من وزنك، عايز تستعيد بيه حيويتك وحياتك، هو الابتعاد عن السكر. السكر سم قاتل، عارفين بمعنى الكلمة. جرب وجرب وحياتك وصحتك تستاهل التجربة. ابتعد عن السكر، مش هقول لك مرة واحدة امنعه، لا جراديولي. مرة يعني ايه؟ انا باخد 3 معالق، اقللهم معلقتين، اقللهم بعد كده معلقة، استبدل لغاية لما اتعود بالمحليات. بلاش الحاجات الصناعية، خلينا في المحليات البديلة الطبيعية. يعني الاستيفيا حلو جدا وبديل طبيعي حلو، لان هي جذور زي عملة العرقسوس كده، لما بتدوقه هو جذور مسكرة. هو الاستيفيا برضو كده ممكن نستعملها للتحلية. لو انت ما بتقدرش تستسيغ الكنافة ولا القطايف ولا الرز بلبن ولا كل الحاجات الحلوة دي من غير سكر، تخيل أم انت علي لما تكون أم علي بقى وكل الحاجات الحلوة بتاعت رمضان دي. انا بقول لكم من خلال تجربتي الشخصية، مش بقول لكم مجرد كلام علمي وكلام دراسي فقط. انا فعلا الحاجات دي كلها جربتها على نفسي كلها قبل ما اقولها للناس، رغم قرايتي ليها ورغم حضوري مؤتمرات كبيرة بخصوص المواضيع دي، الا اني قبل ما اقولها واقول لحد اعملها انا فعلا جربتها على نفسي ولقيت منها نتائج مبهرة. يعني فعلا عشان تنزل في الوزن امنع السكر، مش تمنع الدهون، تمنع السكر. عشان تحسن بشرتك وصحتك امنع السكر، استعيد بالاستيفيا، استعيد بالعسل النحل بس يكون نوع كويس طبيعي، استعيد بدبس التمر. يعني انت بتاخد تمر، بلاش ان انا احليه بالسكر، ما كفايه السكر اللي في التمر. هنحس براحه جامده جدا، وصدقوني عايزه اعرف تعليقاتكم وعايزه اعرف نتائجكم. التخمر اللي بيحصل في الأمعاء والآلام اللي بتلاقوها والتجشؤ اللي بتلاقوه في المعدة بعد أكل الوجبات الحلوة، كل ده هينتهي. نعم وهتعلن هتصوموا وتصحوا، ويا رب نسمع كلام ونطبق، ومش هنزعل لما نطبق، مش هنخسر. أنا واشوفكم توبة، على خير. واتفضل يا دكتور. أنا بقول لك توبة، ما فيش قطايف ولا سكر بعد اليوم. احنا ممكن، لا يعني احنا مش بنحرم نفسنا على فكرة. يعني انا ممكن اكل قطايف بس هاكل 3 وحدات بس، ومش هحط فيهم سكر، هحط ستيفيا وهحط معاهم مكسرات بدل السوداني، وبدل يعني ايه احط مكسرات او احط ومش هقلي في الزيت، لان لسه جاي لنا الزيت بقى ده له حلقة لوحده. نعم فيعني ايه هنحاول واحدة واحدة ان احنا يعني ايه نهندل حياتنا ونفهم جسمنا ونتعامل معاه بحب. حب جسمك عشان يحبك، وحب رمضان عشان ربنا يحبك بإذن الله. وأتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا بعيد عن السكريات وبعيد عن الحاجات المخالفة، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب بصالح الأعمال. أشوفكم شكرا، بكرة على خير بإذن الله. السلام عليكم تراكم ورحمة الله وبركاته. سلامات للجميع. مع ألف سلامة.